واشوفي. صباح الخير لما ينعاد عليكي. ينعاد عليك بس بغير ظروف. ايه عن جد. للكل يعني بقول انا بغير ظروف. على جميع النواحي. على كل النواحي، يعني كل عيد عم يمروا عم تكون ظروفنا اتعس. العالم ما بعرف يعني عم يمرق بفتره، خاصه العالم العربي عندنا، ما قلنا نفسنا ينعاد عليكم. على شو بدي لهم ينعاد عليكم؟ على التشريد؟ على العذاب؟ على القتل؟ على القله؟ على القله؟ على الفقر؟ على شو بدي اقول لهم ينعاد عليكم؟ على شو يعني؟ يعني بايام افضل اكيد، بالصحه اكيد، بالخير والبركه اكيد، بالخير والبركه اكيد، بس ينعاد عليكم بقصص هيك معنوية روحانية بتجنن. بس انه ما لحتى هن يحسوا انه اذا عم قلن ينعاد عليكم يكون في شوية فرحة. يعني انا بتصور بهيدا العيد جوزيف، هيدا حطيتها على السوشيال ميديا، هيدي فترة تأمل. بدنا نصلي لأعدائنا، بدنا نصلي لحتى نحن نصير نغفر لبعضنا قبل ما ربنا يغفر لنا. بدنا نصلي نحب بعضنا، بدنا نصلي نلاقي حلول للازمات اللي حوالينا. بعدين مش كل شيء بعيد عني حايد عني، بدي افكر بغيري. صحيح. يعني الاضحى بدي ضحي، بدي ضحي، وهيدا العيد بيجمع كل الاديان. نحن الاضحى يعتبر لكل الاديان الموجود بكل طبعاً. الكتب السماويه. فاكيد بقول لهم ينعاد عليكم بالصحه، ودائما بس قولوا يا رب تنفرج لا اكثر ولا اقل، خصوصي على اخواننا السوريين طبعا. يعني ما لانه كل البلدان العربيه، اقرب عيد مش عيد الاضحى، جاي اقرب عيد يكون عليكم بالسلام طبعا والخير طبعا يا رب. طبعا هيدي الانترودكسيون ما قدرت. طيب. يعني طيب. مش قادره. عم تعيديني اليوم، عم بعيدك، عم تعيديني. في عنا تانية فقره هي عيديه لالي، من بقى هي تاني فقره هي اللي بعد الساعه 11. نعم. عيديه لجوزيف. ليه؟ لانه زوزو كل مره بتطلعي معي منك انت ما عم تبشري. عندنا حلقه برش بعد الساعه 11، بس هلا اليوم رح نحكي. حبينا نخصص هيدي الفقره للصبايا الحلوين، يلي دائما وقت الواحد بيكون عمره 20 سنه 25 سنه، ما بيخاف لا من السنين ولا من الوقت. صحيح. وما بيفكر قديش العمر بيمرق بثانيه، وما بينتبه على حاله، بيقول لك انا ام يانج. الجلدة، جلدة وجهنا أم يانج. صحيح أنا صبية، صحيح أنا مش فرقانة معي عمري 20 سنة، بس ليه جلدتكم بتختير قبل بوقت؟ لأنه من سنة وقتها بتكونوا بالعشرين سنة، أنتوا ما بتهتموا بهالجلدة، هالجلدة اللي كلها فيها حياة فيها نبض، هيدي بدكم تعرفوا كيف تتعاملوا معها. بدها عناية، بدها عناية لتخدمكم وقتها بتصيروا فوق الأربعين. هلا رح أعطي بعض الأشياء اللي بتسبب ختيرة الجلدة بسرعة كتير. اول شيء الكسل، كون عامله ميك اب، كون مش عامله ميك اب بس كون معرض وجهي كل النهار للغبره وللوسخ. برجع على البيت لشو نظف وجهي؟ لا بنام مثل ما انا، ما بنظف وجهي. تنظيف الوجه قبل الكريمات، يعني اذا ما نظفت وجهكم مزبوط وحطيتوا كريم فوق ما بينفع. لازم قبل النوم تتنظف الجلده 100%، مثل ما بتعطوا حضرتكم وقت لترقصوا وتسهروا لساعة 4، بدكم تعطوا ربع ساعة، تعوا على البيت ربع ساعة قبل بوقت لتنظفوا جلدتكم، لأنه بعدين ما بينفع الندم. فتنظيف الجلدة أهم شيء لتشيلوا البكتيريا وتنظفوها، لازم تعتنوا فيها قبل ما تناموا. بعدين أمريلا ما بتنظفوا كمان، ما بتناموا كتير، يعني في عنا هالسبع ساعات هولي ضرورية، لأنه نحن ونايمين كل السليول بترجع بتعمل تنتعش، بيرجع بتاخد هالحركة أنتوا نايمين لأنه أنتوا رايقين، الجلد بتتحرك. أنتوا بحاجة لسبع ساعات نوم. هلأ بتسهروا كتير النوم بالنهار ما بيفيد، يعني بتعرف شو بيقلبوا نهارهم ليل وليلهم نهار. ايه هذا ما بهم، بس ليه الجلدة والذاكرة، ذاكرتها للجلدة في نوم الليل كتير افضل، فلازم تناموا. بما انه ما عم بتناموا كتير كمان هالشي بيعملكم سيرن، بيطقطق الجلد، تنتبهوا على اوقات النوم. تالت شي بتشربوا قهوة كتير، نسكافيه، قهوة قهوة، نسكافيه نسكافيه، يعني انه نشف الجلد قهوه. ايه يعني
امريكان كوفي مش براند هاي فينا نقولها، بعدها أزبط شيء بس ما تكتروا، جربوا اشربوا اشياء ديكافييني بلا كافيين، لان الكافيين منبه بتصير يعني كيف بدي اقول لكم الجلد بتعطش للمي، لانه إيه بتصير لأنه منبه. اصلا الكافيين بيشيل المي من الجسم ابدا، يعني من هيك بيجيبوا مع القهوه كبيت مي، ما هيك قبل وبعد. بس عارفه ليش كمان بيجيبوا كبيت مي؟ مشان كان يجيبوا كبيت مي اذا اجى الضيف اخذ كبيت المي يعني جوعان، ما اخذ القهوه، اذا اخذ القهوه شبعان، يعني شبعان. واذا اخذ اثنين بيكون عم يعمل دايت. بقى مشان هيك يا شيف فريد نحن رح ناخذ كبيت المي، رح ناخذ كبيت المي. فالقهوه كثير مضره، بدكم تنتبهوا على الكافيين، بدكم تشربوا كثير مي. هيدا الشيء بخليكم الطقطق عادي بتطقطق الجلده، يعني بتكبروا قبل عمركم. هلا السبب الرابع يلي هو كتير مهم هو التدخين. ان شاء الله لبكره رح اقول لكم ما تدخنوا، رح تدخنوا في تاي سنه، يعني هيدا العمر ما بيسمع. الدخان بكبر بيعطيكم عمر بشكل ما بتتصوروا قد ايه، جلدتكم بتصير لونها رمادي. انت مش عم تعرفوا شو اللي عم بضحك، لانه جوزيف قال لي انا شو بني ليكو، انا جلدي انا بدخن، بس ليكو جلدي ما بدخن. لا انت ما بتدخن حبيبي. بس الهيفي سموكرز اللي بيدخنوا بشكل اخواتي، يعني بيقعدوا الصبح الهيفي سموكرز بتروقوا. اوكي، ايه يعني انا عم جرب مرق لك اياها. لا لا الدخان مرق سيجار من نار ماشي الحال، ماشي الحال. بس اللي بيدخنوا بلا وعي، يعني عم نحكي علبه ونص علبتين، وهالصغار اللي بين العشرين والثلاثين انتحاري، يعني عرفت كيف؟ هول انتحاريين. فالدخان شو بيعمل الدخان؟ بيروح الكولاجين. وشو بيصير بجلدك؟ بتنزل مثل الكياس، يعني مع العمر بيقشط الوجه كله من ورا الدخان. بيقولوا قشط وجهي، قشط وجهي. ايه. اوكي؟ هي نعم، خليك عامل هيك والقطة بيبانسيت منه. هلا عنا سبب يلي وراه، السبب الخامس انه بتقفوا اكل. بتعرف انه تقفيت الاكل، يعني انا ما تغديت، انا هنا ممكن تصير معي هيدا، خاصة بالجو اللي عايشينه نحن هون مع شفية صعبة. بس وقت الواحد بيقفي اكل، ما هو كل شيء عنا بيعطي انذار، يعني يور برين. بس بتعرف بلا الواحد بيقفي اكل بالنهار، يعني وقت يكون مش فاضي بيقفي بالنهار. ما هو ديريك لما بالاكل عشية ما في يقفي، بس بالنهار في يقفي كل النهار اوقات. ايه هذا مش منيح. هلا ايه. انت بعدك 20 25 باوي، ما لازم حافظ على السكن، بدك تحافظ على السكن. بس ليش؟ لانه لازم نعرف انه وقت الواحد بيقفي مثل كل شيء، جسمنا بيولوجيا مرقلش على ساعة بيولوجيك. لازم ناكل 3 ميلز بالنهار، وناكل 2 سناكس، يعني نعتبرهم 5 سناكس، يعني يعني كل شوي تغذوا الجلد. بس انا عندي سؤال لك، سؤالي هو عامله حلقه برش لإلي ولا للعالم؟ اول وحده لإلك، ثاني وحده لغيرك. اوكي، بس لا اعرف، بس للتوضيح فقط. يعني ليه بده جوزيف دائما؟ طب ما هو لازم تبرشي. السبب السادس اللي هو اساسه، وانا بعتقد هيدا بيغطي على كل يلي شفناه هون مع الدخان، انا برايي هولي اهم سببين. قله شربه المي. المي هي مثل ما بقولوا ستار العيوب، كيف بقولوا الكرم ستار العيوب، المي ستار غير اشياء ما بتعملوا، يعني مثلا قله النوم، قله التنظيف. المي بتعطي نضاره، المي بتغذي الكولاجين، المي هي بتخلي الجلده تعيش، يعمل حياة كلها بلا مي ما بتصير. انتو بتعرفوا انه الميجران بيشيلوا المي كمان؟ كل شيء. بتعرف ليه؟ لانه اوقات نحن بنفكر حالنا جوعانين، بنروح بناكل اكل، بيكون جسمنا طالب مي مش طالب اكل. يعني شفتوا شو؟ سميز نجيب. فوقتها بتحسوا حالكم عم تاكلوا بتلقمشوا، هو انفكت انتو عطشانين. نعم. كل ما تحسوا بجوع جربوا المي قبل. إذا شربتوا المي وحسيتوا حالكم أنه ما عدتوا جوعانين، يعني ما تشربوا مع الأكل، تشربوا قبل الأكل بنص ساعة. طبعاً عبوكي بستوعوا إذا فيكم، هذه وصفة يابانية بتروح البطن، 4 كبات مي على الريق، صح؟ وبتنظف السكن، لأنه بتشيل كمان كل الرواسب اللي بقيت من قبل اليوم بالأمعاء. ومع حامض. بفترة الصبح مع حامض، اللي ما بيحب يحط شوية مزارب، بيشرب ليمونادة فترة، هيدي الديتوكس التوب
لكل الجسم. وما انه ما في مي هالايام بس المي فعلا بيجيب محلها بس المي فعلا فعلا المي بتخلي الجلد تضلها نضره. صحيح، كولاجين عم يتحرك، كل شيء عم يتحرك. اذا رجعتوا تشربوا مي وتشوفوا قديش الجلد، كل ما بتعودوا حالكم تشربوا مي كل ما الجلد بتطرى وبتصير في عندها الاستيسيتي، يعني بتصير بتمغى. الفواكه اذا كانت شوي هيك زامه حطيها بكبايه مي شو بيصير؟ تنفش، ترجع تنفش. بصير. عندنا بعد اهم شيء في حبوب بصير بلعب فيهم، بصير ها فقيهم، بصير هيدا بتفتح البورز، بتفتح لكم كل مسام وجهكم وما بيعودوا بيتسكروا بسهوله، يعني بيبقوا معكم لمدى العمر، ومع العمر كل البورز بيفتحوا اكثر. ففي اشياء بتشتروها من الفارماسيز بتحطوها اذا عندكم زوين او عندكم حبوب صغير، ناموا عليها وبتقوموا الصبح بتطلع لوحدها، ما تستعملوا ضفيركم بليز. هلا السبب الثامن يلي هو اغلبيتنا نحن عايشينه السكر. مين منا ما بيحب السكر؟ كثير قليل جزاف، كثير قليل. السكر يلي درسوا بيحب السكر بده ينتبه لهالشيء، لانه السكر عدو الكولاجين نمبر 1، بيكسر كل الكولاجين، يعني بتخطر قبل عمرك. لازم تنتبهوا على السكر. شفتها النضاره بنجيبها. ايه تسلم لي انت، احكي قولي لانه انا سكر ما بيعني لي الموضوع فعلا. This is very good. السكر هو اكثر شيء مضر. عندنا الشغله يلي كمان بتضر الجلده هي وقت بتشاركوا مع حدا يور ميك اب. الميك اب السبونجز الاقلام، يمكن حدا يكون عنده شيء بعيونه، يعني الميك اب افضل كل واحد. لما تزعجوا الشخص اللي معكم وتقولوا له لا بليز ما بدي اعيرك، قل له ما تنسى تجيب معك الميك اب سيت تبعك. هلا مثلا نحن بالتي في هون اكيد في عندنا ميك اب ارتست، ثلاث ارباعنا بنجيب اغراضنا معنا، ونحن عندنا كل في اشياء كلها بتطهر قبل بوقت. يعني وقت بتروحوا عند الميك اب ارتست بده يستعملكم سبونج جديد، بده يكون باري الاقلام، بده يكون يعني في سيستم معين. بس بالمناسبه رح نعيد ندى، ندى اكيد، ومنعيد كمان سمر، سمر، ومنعيد كمان هنادي، ومنعيد كمان كل الشباب اللي مروا معنا، شباب حمزه، حمزه، نسيم، نسيم، مين بقى لما نقفي حدا، كلهم، زهير ومصطفى وجميل، كل الهيدريسر كلهم، يعني اكثر ناس بيشتغلوا معنا اكثر عبد كلهم منعيدهم وبنعرف نحن بنشوف كيف بيشتغلوا، لو ما هيك كل الناس بتسخن. نعم. عاشر تيب، حذروا شو هذا جديد، هذا ماشي مع الموضه. اذا بتحكوا كثير على الموبايل وبتعملوا هيك بتنقلوا كل شيء في انتم بتعرفوا الموبايل من ايد لمين، اي ماري عشو بكتيريا وبتحطوا وبتلقوا على وشكم وبتحكوا 10 ساعات على الموبايل. بس استعملوا هيك الكولاجين بيقشط، بيقشط على فرجه واخر تيب، اخر تيب من دون ما تحسوا بتلاحظوا انه امكم بتشيل ايدك عن وجهك، انا ما بنسى هيدي ايدك عن وجهك، لانه الايد تنقل كل شيء فيه بكتيريا، مش لانه بس بتمغط الوجه، عرفت؟ ما تحطوا ايديكم كل الوقت وتعملوا حركات في بكي كمان، طولي لي بالك. معلش هلا اذا بياخذوا بس 10% من اللي عم بقوله جوزيف، دائما الواحد بس بياخذ 10% من اللي عم نحكيه بيتحسن. انا فهمت انه دخنوا اشربوا ما عفوا ما تدخنوا اشربوا لكن نحن بنرجع بعد البريك مع لما كمان بحلقه بنصحكم تشوفوها وتليفونات ما تنسوا اللي حابب يتصل فيي انا رح جاوبكم على اسئلتكم.